واحد النوع بما يخص السير والجولان يكره كثير الخروج من المنطقة في أوقات الذروة يشكل حقيقة إحدى العوائق. إذن ثم الاقتراح السياسي تحويل المحاور الطرقية وهناك بطبيعة المحاور. كذلك كان الفرصة للاجتماع على المستوى الأمني. المستوى الأمني ديال المنطقة اليوم المنطقة اللي تتعرض أكثر من 157 وحدة صناعية من العيار الثقيل يجب الإشارة إليها بالخصوص في منطقة في ميدان أو في القطاع النسيج والخياطة وكذلك في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية وفي قطاع الصناعات الغذائية وكذلك في البصريات. هذه المنطقة اللي تشغل آلاف من العمال أصبحت كذلك محتاجة إلى هياكل وإلى تجهيزات سوسيو اقتصادية من قبيل مقر للأمن الوطني من قبيل الوقاية المدنية لمعالجة مثلا الحرائق لا قدر الله وكذلك بناء مستشفى. إن هناك يشتغلون كل يوم الآلاف والآلاف من الناس بالإضافة كاين لا ننسى كاين العمال لكن كاين الناس المتعاملين اللي كل نهار كيمشيو من ذاك المنطقة. إذا كان الاجتماع إلى هذه التجهيزات وفي هو مشروع في الحقيقة ضخم ومهم من قبل هذه الجمعية قدم واستمعنا إليه يشكل محاور لتأهيل هذه المنطقة. لكن كذلك هذه المسألة ديال البيئة فالبيئة اليوم هي مسألة محورية. دعني أقول أننا يجب على المسؤولين أولا المعالجة لكن يجب على المواطنين أنهم يساهموا. غير معقول انني نشوف شي حاجه ونرميها غير في محلها. لان الى انا عدلت واحد الحاجه وإلى خسر فيها راه ما كيبقاش فيه خص يكون. انا شفنا اسي مهدي شفنا واحد المساله في هذه الايام ديال العيد ومع الاسف هذه السلوكيات تتالم هذوك الدراري اللي كيشوطوا. حنا غنبعدوا شي شويه في الموضوع ولكن كل شيء مرتبط ببعضه. هذوك الدراري اللي كيشوطوا الريوس ديال الحواله كيخلي لك